طبعا ده طلب شخصي، يعني ان احنا هنفتح المايك لكل واحد بس دقيقه يقول الريفيو بتاعه للكورس بتاعنا، تمام، زائد ان هو لو في عنده تعليق حابب يضيفه، لو مثلا كان شايف ان في حاجه ممكن تضاف للبرنامج ده يقول لنا عشان برضه احنا نحسن من نفسنا يعني. فاستاذنكم معلش كل واحد بس دقيقه من كل واحد كده، هفتح المايك لكل واحد واحد يقول لنا بس على الريفيو بتاعه، وبعد اذنكم طبعا الجزء بتاع الريفيو ده بس هو اللي ممكن ننشره على الصفحه عندنا. في البدايه احب اشكر حضراتكم يعني، وفعلا شكرا جزيلا على الكورس. الواحد فعلا استفاد، فهم التصدير من اوله لاخره. انا دخلت الموضوع من 0%، الحمد لله خرجت بنسبه 70%، 30% ناقص على التطبيق، وانتم الحمد لله وصلنا في دعم بعد الكورس كمان، فان شاء الله هنكمل ال 100% معاكم يعني. جزاكم الله خيرا، نشوفكم ان شاء الله في حاجه. شايف ايه ممكن نضيفه تاني؟ لو انت شايف حاجه ممكن تضيفها. الاضافه الثانيه هي بس ممكن كورشه عمل. احنا فعلا خدنا الكورس كله، وكان في ان شاء الله هنطبق يعني بورشه عمل، واللي احنا خدناه بقى ازاي تطبق والتفاصيل ايه، فدي ان شاء الله منتظرها يعني، ونتوقع ان شاء الله تكون حاجه كويسه. هي يعني حته التطبيق بس، هي دي اللي كانت عايزين بس نعمل تشيك عليها. تمام، ماشي، شكرا استاذ احمد النحاس. الو الو، اتفضل. انت يا استاذ مصطفى، انا الحقيقه مبسوط جدا ان انا في اول جروب اونلاين. متابع حضرتك اصلا واستاذ حسام من فتره كبيره، وما كنتش عارف اساسا هاخد الكورس ازاي بامانه يعني. انا اصلا كنت المفروض هنزل مصر قريب جدا، لان هنزل اشتغل في شركات الشحن الدولي الفريد فورورد وكده، وكنت نازل ومش عارف هوفق بين ده وده ازاي. فحظي يعني جه مع الكورونا مع كده ان انتوا اول جروب اونلاين، فانا حمدت ربنا جدا ان انا دخلت فيه واستفدت بشكل كبير. وحضراتكم يعني خبره عاليه مع تواضع، اللي هو انك تستحملني في اسئلتي الساذجه واسئله حد لسه يعني لسه مش فاهم الفريم اصلا بتاع الشغل عامل ازاي، فكونك انت تستحمله وترد عليه وتنزل لمستوى يعني خبرته في المجال انه لسه بيخش اندستري جديد وبترد عليه بالشكل ده، فدي بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا. اللي ممكن يعني اتمناه من الفتره اللي جايه ان يكون في تنسيق اكتر ما بين الناس. يعني احنا حضرتك دلوقتي بتتعامل مع ناس في اكتر من دوله، انا عايش في السعوديه، في غير عايش في المغرب، ممكن عايش واحد عايش في اي بلد تانية، ممكن يكون في تنسيق اكبر. ممكن تستغلنا احنا ان احنا نعمل دراسات للسوق. المشكله ان احنا يعني مثلا انا في السعوديه في مدينه الدمام وجنبي سوق جمله، ايه المانع ان يكون في بروجكت يجمعنا كلنا، يقول والله انت راجل من تونس وانت راجل من المغرب وانت راجل مثلا من السعوديه، يا جماعه طب انزلوا في الاريا بتاعتك اعمل دراسه وهاتها، اعمل دراسه عن الفراوله، اعمل دراسه عن منتج اي من المنتج، ونعمل الدراسه دي ونشيرها مع بعض، هنستفاد بيها كلنا، بحيث ان لما نيجي نبتدي اي حد هيبتدي هيبقى هي 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 هيستفاد من الارضيه دي، بدل ما هو يخش لسه يخترع العجله من جديد. انا دلوقتي اقدر ان انا افيد مثلا في المنطقه بتاعتي، اقول والله انزل منتج مثلا زي الفراوله في المنطقه بتاعتي، هنزل اعمل مسح على الاند يوزر مثلا، هشوف المنتج ده بيتباع بكام في اول الموسم بكام وفي اخر الموسم بكام، الثلاجات عارضه ايه، الاوفرز اللي بتنزل على اي منتجات، ممكن اصور كمان الاكياس بتاعه التعبئه شكلها عامل ازاي، يعني اعمل دراسه كامله اللي بتوصل للاند يوزر، واشوف في سوق الجمله بتتباع ازاي، يعني اقدر افيد في المنطقه بتاعتي. في واحد تاني يفيد في منطقه تانية او في مدينه تانية او كده، انا شايف ان دي حاجه ممكن تفيد الناس بشكل يعني اقوى شويه في الحته بتاعت ان احنا نكمل بعض بس. فدي لو اتعملت معرفش هل هي تكون مفيده. انا برضو يعني انا بقولها من وحي ان انا يعني ايه الواحد بس عنده حماس، ومعرفش هو اللي هي تبقى فعلا مجديه ولا لا، بس بتمنى ان لو حاجه دي فعلا صح ان حضرتك اللي مجمعنا. يعني حضرتك انا شايف في شخص سعودي مثلا، استاذ سعودي حضرتك تقول له هو معانا في الجروب، وانا مصري عايش هنا، هو عايز يبقى مستثمر وياخد شغل من مصر، ففي ناس مجهزه دراسه عن مصر بتشيرها، وانا اجهز هنا دراسه عن المستهلك هنا في السعوديه واحطها، يعني هنقدر نكمل معلومات مع بعض.
بس هي دي، لكن بصراحة أنا استفدت بشكل كبير جدا من الكورس. ربنا يجزيك خير أستاذ هاني. السلام عليكم يا جماعة. أنا طبعا الحمد لله، الله يحفظك يا أستاذ مصطفى، الله يبارك لكم، معلومات غنية، الكورس ممتاز. تعليقي الوحيد ان نكمل معلومات كبير جدا، يا اما في اللي جاي ان شاء الله ربنا يوفقكم طبعا ويفتح علينا وعليكم كل خير، يا اما مده الكورس تزيد شويه عشان حجم المعلومات ده الناس تقدر تستوعبه. ده تعليقي الوحيد، والماده العلميه لازم تتربط مع الفيديوهات بشكل موثق اكتر. الله يبارك لكم، عاملين حاجه ممتازه. شايف ان انتم ما شاء الله عليكم، ربنا يوفقكم، بتراعوا ربنا، بتدوا المعلومات. يعني انا شخصيا اتكلم حد من اصحابي فبقول له بصراحه انا استفدت من الناس دي اكتر من اللي انا دفعته 10 مرات. الله يبارك لكم. تعليقي تاني اقدر اقوله، يا ريت مده الكورس تزيد شويه عشان الناس تقدر تستوعب كم المعلومات الهائل، وتقدر تفهمه أكتر مش بس تسمعه. وأيضا طبعا الأستاذ أحمد نحاس في الفكرة اللي بيتكلم فيها بتاعت إن الناس تقدر تستفيد من بعض، بما إن في مصدر ثقة أنتوا في النص ما شاء الله، ربنا يبارك لكم. والله المستعان، ربنا يوفقكم ويقدم لنا خير جميعا. ونشوفكم ان شاء الله، يعني ربنا يجمعنا على خير بقى بعد كورونا ان شاء الله. نشوفكم بخير يعني، ربنا يجزيك خير ان شاء الله. شرفتنا طبعا، شكرا. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، شكرا. السلام عليكم. استاذ اسامه. المات عندك مش موجوده ولا ايه؟ عايز مين أمينيك؟ طب ممكن نزلهم؟ أولا أنا بشكركم جدا يا أستاذ مصطفى وأستاذ حسام، والله أنا مع الأستاذ هاني برضو إن قيمة الكورس أكتر بكتير جدا من القيمة اللي دفعناها، يعني والله ربنا يبارك له. أنا فعلا كنت بتكلم في الموضوع ده برضو مع ناس إن القيمة فعلا اللي استفدناها أكتر بكتير، وهو بس فعلا المعلومات مكثفة جدا ومحتاجة مذاكرة، بس الحمد لله استفدنا جدا جدا، وخصوصا انه كان في رمضان وقت القعده في البيت وكده. ربنا يجازيكم خير ان شاء الله. شكرا جدا، نورتينا. شكرا. استاذ ولاء. لا والله هو كورس ممتاز جدا، المعلومات فيه متوفره بشكل واضح، في انفورميشن عندكم كبيره جدا. كل بس اللي هو ناقص اللي هو ايه، البرنامج نفسه هو اللي كان بيقطع شويه، كنا بنشوف في شويه قصور، فكنا بنبقى معتمدين على تسجيل المحاضره بس. كبدايه طبعا اونلاين هو حاجه ممتازه جدا طبعا، من توفيق لتوفيق ان شاء الله، ودعمكم كبير جدا ليه. ربنا يجزيك خير يا استاذ احمد، وشكرا. وطبعا احنا متابعين طبعا اي حاجه، طبعا ان شاء الله يعني تبدا تطبق، يعني طبعا اي سؤال احنا موجودين يعني. ربنا يخليكم يا رب، ربنا يخليكم. استاذ احمد جمرداش. الجوله اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. والله انا متفق مع الزملاء انه الكورس جميل طبعا، فيه معلومات هايله جدا، وخصوصا ان في دوكيومنتس كتيره الواحد ما كانش عارف ازاي يعملها او ازاي ينظمها. يعني انا متابعكم من فتره، بقالي اكتر من سنه تقريبا، وكانت مشكلتي ان انا اجي احضر الكورس في مدينه نصر وانا ساكن في اكتوبر، دي كانت فرصه طبعا جميله ان هو بقى اونلاين وان انا اقدر احضره يعني بالكامل، استفدت منه جدا. بس ما اعرفش بقى، هل يعني في فكره في دماغي كده هل نقدر نطبقها ولا لا، ان احنا نعمل زي تطبيق عملي او مشاركه للناس تشوف الاجراءات عمليا كنوع من التدريب مثلا في شركه من الشركات بتاع، بحيث ان هو ياخد
الخبره العمليه على الواقع. ما طيب اعرفش ده هل ممكن. بص ولا حاجه، هو الموضوع ده طبعا هو في دماغنا تمام. وانا شايف يعني لو واحد مثلا لو كان مثلا عندنا شركات الخاصه كنا عملنا كده فاهمني. هو طبعا احنا ما شغالين في موظفين برضه شركات ثانيه، هو ده بس الفكره. لكن انا شايف برضه ان احنا متابعين باذن الله، لو في حد دخل في التطبيق يعني يطبق باذن الله، هو ده نفس الفكره ان انت تبقى مثلا متابع. لو حد طبق تمام هيبدا يتابع كام في صلاه فاهمني. او في واحنا بقى شايفين برضه التجمعات اللي بتحصل ديت هينتج عنها حاجه جديده، بس لسه ما حصلتش هنا في لسه. طبعا احنا عندنا قبل كده 19 مجموعه تمام، مجمعينهم في جروب باذن الله هنحاول نضيفه فيه برضه تمام. فهينتج عنها حاجه برضه في التجمعات دي، الله المستعان. بس دي كده باذن الله ربنا يسهلها ان شاء الله. اكيد ان شاء الله ان شاء الله مع بعض كده الله المستعان. جزاك الله كل خير حضرتك والاستاذ حسام، ناس افاضل ويعني معلوماتكم ما شاء الله جميلة واستفدنا منها كتير فعلا، وشكرا لكم جميعا. نزام السلام عليكم. طبعا شكرا لكم، الكورس ما شاء الله كان وافي وكافي. يمكن على المستوى الشخصي أتكلم بس في نقطة، طبعا خبرتي كلها على فكرة في التصدير. يمكن انا وضحت الموضوع دوت في الاول انه كان عندي مكتب في الصين، بس انا كنت طبعا رجعت مصر من حوالي سنتين او ثلاث سنين. فالكورس كان مهم جدا عشان اقدر اتعامل مع السوق المصري. فطبعا لقيت اختلاف كبير جدا بين بره وبين مصر هنا، ومعلومات ممتازه وفعلا استفدت، يعني استفدت استفاده كبيره جدا ان شاء الله عليكم. يمكن الاضافه اللي حابب انها تكون موجوده، يا ريت لو محاضره فيها شرح عن موضوع الاختبار اللي انتوا طالبينه مننا، يعني بس تشرح لنا ايه المطلوب بالظبط يعني في اعاده. حاضر، انا هعمل فيديو للموضوع دوت تمام، وهنعمل برضه واحده واحده كده والله تمام. طيب برضه الاختبار اللي كان اونلاين عايزين نعرف نتيجته عشان الواحد يعرف انه يعني لسه خدناها محاضره، لسه خدناها محاضره فيها ان شاء الله. بس انا هعمل لك فيديو للموضوع اللي هو الموديل ده احنا ممكن نمشي عليه تمام. بس انا احنا قلنا بس احنا عايزين نطلع من الكورس بحاله، يعني احنا طلعنا محاضرات فان شاء الله هعمل لك برضه محاضره دي والله ممتاز. طبعا انا برضه اتفضل. لا انا كنت هختم اتفضل. طيب هو بس موضوع التيست اللي عملناه اونلاين ده برضو يعني عشان اعرف نتيجته انا جاوبت صح ما جاوبتش صح، كان يهمني جدا يعني. حاضر بلاش والله لو نتيجه هقول. طيب وشكرا جدا ليك. شكرا جدا وشكرا على وقتكم وشكرا ان انتم شاركتوا النهارده، واتمنى طبعا عيد سعيد على الجميع ان شاء الله، كل عام وانتم بخير جميعا واشوفكم بخير. وزي ما قلت لكم ان شاء الله الجزء بس بتاع الفيديو ده اللي هينزل ان شاء الله على الصفحه عندنا، وعمل طبعا دي محاضره متسجله طبعا هبعتها لك بالليل. شكرا لحسام، شكرا لوقتك، ومعلش اخرناك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى طبعا تكونوا مقدرين لك ان شاء الله كلكم. وطبعا اي حد باذن الله يطبق احنا معاه ومتابعين ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.